الخير، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ رجعنا لكم فيديو جديد، بلوج جديد. اليوم هو اول ايام عيد الفطر المبارك، كل عام وانتم بالف الف خير يا رب، وينعاد علينا وعليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه. ان شاء الله اليوم بهذا اليوم الجميل راح نوريكم اكثر من شغله، كيف حتكون اجواء العيد مع العائله الكريمه، وكيف حنقول العيديات والالعاب والاطفال الحلوين. فتابعوا البلوج ان شاء الله تستمتعوا معنا. ف يلا، طبعا جانا اول مستيقظين. نعم. مش عارف تنام ليش؟ متحمسة. طبعا هلا بنروح ننام عشان نصحى نلبس اواعي العيد ونروح نسوي زيارات او ناس يزورونا، يعني ميكس، يعني يا بنزور الناس يا الناس بيزورونا. الشعارات الحلوه هاي. طيب يا جماعه، زي ما حكيت لكم تابعوا البلوج، ان شاء الله حتكون في زيارات جميله والعاب وهدايا وعيديات، فتابعوا معنا البلوج. طيب يا جماعه، انا وولي قررنا بالعيد، او انا وولد وبابا تحديدا قررنا نسوي اشي خرافي بالعيد واشي غريب مختلف. قررنا نعمل عيدية جديدة او طريقة جديدة. العيدية طبعا راح تكون فلوس طبعا، بس طريقة تقديم الهدية طريقة بالزبط جديدة. عندنا هون هاي طبعا، انتم مش فاهمين ولا شيء. ليه شوي عصد جبلهم المجسم. اها، راح تكون بالنهاية هيك. عندنا يا جماعة هذا مجسم قبة الصخرة، جزء من أجزاء مسجد الأقصى في فلسطين، فحبينا نقدم العيدية بطريقة نذكر الناس كمان بموضوع مسجد الأقصى والقضية الفلسطينية. بالضبط. فراح نحط، راح نعمل مجموعة مجسمات كبيرة بحيث أي حدا بيجي نوزعهم على كل أطفال العيلة. بالضبط، نوزع لهم الهدية بالمجسم هذا. بالضبط. فهلأ أنا وعصوم راح نحاول نجهز أكبر كمية منهم من المجسمات. يلا وخليكم معنا. الان بعد ما نشفت لازم ايش؟ لازم نسكرها عشان يصير شكلها ايش؟ نسكرها. اول شيء اول شيء من فوق هون، طلع من هون. هذول يا جماعه، هذول طلع نطاجهم لجوا. هم مش حيسووها، ما حيسووها صح؟ بس احنا نطاجها لجوا. اوكي، ايوه نطاجهم كلهم هذول خمسه، كلهم خمسه. تمام. وليد خلصت. وليد خلص اول واحدة. هيا شوف. انت على فكرة ما شخورت ابدا، خفيف سيمفونيات اعطيتها. والله يا جماعة، هاي اول واحدة خلصناها. طبعا في شيء هون مكتوب، طلعوا مكتوب اهداء مع الحب والتقدير، بعدين هون عمو خالد. تمام. طبعا هاي هي كابتن قاعد بحكي معلم. طبعا يا جماعه الساعه 12 الظهر، وليد للاسف لهلا ما نام لانه كان قاعد بمنتج. وليد كان بمنتج. يعطيك العافيه وليد حبيبي والله. طيب يا جماعه، طبعا زي ما حكينا لكم سوينا الكراتين او المجسم قبه الصخره، واكيد بابا راح يكتب الاسماء. طبعا قبه الصخره هو جزء من المسجد الاقصى. اي نعم، حكينا. سنة اللي هو 44 كيلومتر. اي نعم. الان بكتب اسماء الاحبة والعائلة والاصدقاء. اوكي، اعلن. انا كوني عاد البيت كيف اليوم. مش مشكلة معلم، مش مشكلة. عندك مين كمان؟ عندنا عبدالعزيز. عبدالعزيز مقداد. هيونا شو اسمها؟ هيا صح؟ هيا. هيا هيا طارق مقداد ولا طارق؟ لا، هيا مقداد اقول، او طارق. لا، خليها مقداد خالص. طيب يا جماعه، في صوت غريب هون. يا حبيبي، لك وفي رجال مقداد. اهلين. والستايلست الفاشينيست جادو. شو هاد؟ همشط العيد هاي؟ اه. واو، ايش الحلاوه هاي؟
ايش ايه الجمال ده يا عيني يا عيني. شو بتسوي؟ ايه والله بابا بلشنا هلا نوزع الهديات. اوبا طبعا هي الهديات طبعا قبة الصخرة لها اربع ابواب، كل باب راح نحط فلوس. نعم في عشرة ضاعت مني يا اخواني. ها حسب الشخص طبعا، يعني طبعا كبار صغار، كبار اكثر صغار اقل. بعدنا جنى وماما بيساعدونا، شايف؟ تمام. هاي كلها اسماء اغلب العائله، اطفال جميل وامهات، هاي طبعا كل جاهز، اقارب وارحام، عرفت كيف؟ اي نعم. لا والله هذا بسموه جبر الخواطر يا الله عصر. يسعدك حج، عرفت كيف؟ وهذا ادخال سرور تدخله على قلب مسلم. اي نعم، وعرفت كيف؟ فبكره بيكون ذوي القربة ويكون اهلك وناسك. فعلا فعلا. لا والله شعور جميل. فاحنا بنحط هيك من بوابات هيك تقريبا، منه بتذكر بالمسجد الاقصى وقبة الصخرة، ومنه بيكون منظر جميل يحتفظوا فيه هيك، ومنه عيديات ماما بتساعد ينبسطوا. ماما طبعا ماما هي الكل في الكل يا معلم. اول الواصلين السلام عليكم ورحمه الله. يا حي الله يا حي الله يا اهلا يا حي الله. طلعوا هلا طلعوا الدور حبيبي ما بعتكم يا حي الله. هلا مدير غني ولي زلم يا حي الله لوك حبيب. هلا كل عام بخير. حبيب القلب المدير الكبير وصل. شلون شلون استاذي؟ هلا تعبت بخير. شلون حبيبي حبيبي يسلمك يسلمك يخليك. بس ايش 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 الحلاوه هذه؟ حبيبي يسلمك يخليك حبيبي الله يخليك. تفضل حياك حياك حبيبي. شكرا تخرجت. اوه حبيبي 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 والله حمودي. يا الله يوم بكون بكون عند الخير يا زكيه. يلا 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 استوديو العيد اسمه. الشباب استنوا على الدور صوروا صور هون تذكاريه. خلص يا عبد الصور. هلا والله هون طبعا تفضل. هون 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 بيصوروا طبعا استوديو العيد. استوديو العيد صور تذكاريه. ما بعرف مين مصور محترف. مثل ما انتم شايفين يا جماعه العيله تجمعت. طبعا لسه بشكرهم، في كمان زين على الطريق والاكل جاي على الطريق كمان. هلا واللي بتصور. المهم ما علينا، هلا في الفقره الخرافيه، فقره توزيع العيديات نجهز فيهم من امبارح من الصبح. فهلا فقرة توزيع العيديات راح نوريكم فتابعوا. شو بابا هلا؟ فقرة ايش؟ هلا فقرة فقرة العشاء. ايش؟ فقرة توزيع العيديات. اوبا ما يسامحونا ما حنعيدهم. عيد كمان حنعيد اللي عمرهم فوق ال 45 راح نعيدهم. اوبا فوق ال 55. مين عمره فوق ال 55؟ انا. ايوه ايوه طيب عنا نبدا من الصغير الى الكبير. يلا جاد روح جاد روح لي جاد. ايه صديقتي جنى راح توزع الهديات. شيراز الدوج طبعا
عليارة وزين من نجمات طيور الجنة. يا عيني أهلا وسهلا فيهم. طلال أحمد مختار. طلال مو هين طلال. طلال مو هون تصليها بعيد الجاي. شو معك؟ طلال هاي توصلوا إياها بقى. هاي لأخذوا لأخذوا يلا. أخذ يا رجل. لا أخو الكبير مو. أخو الكبير ولا. مين؟ ها دارك. أسامة مقداد. سلام عليك. من عاوز الحيوان. ريم مقداد. البطل المتألق اللي طلع روحنا اياد مقداد. الله يرضى عليك بطل. يلا روح بطل. بدر طارق مقداد. انت من الغسالة معلم. حبيب بدون كيفك ساعة الخير. طيب يا جماعة والآن أهم فقرة بالعيد كله المكشابيس. عملكم خاص نجيب كل واحد دينار. خالد شو الوضع؟ خلود خالد خالد يا خالد صباح شو الوضع؟ تمام والله فستانتك فستانتك؟ طبعا هاي أهم فقرة بالجماعة كلها. الأكل طبعا هلا خفيف خفيف بدنا نتعشى. وزعنا العيدية زي ما شفتوا والله جماعة إشي كثير كثير خرافية. طيب يا جماعة زي ما شفتوا كانت جمعة كتير 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 خرافية. انبسطنا واستمتعنا وأكلنا ولعبنا وشربنا. الحمد لله الله يديم الأفراح علينا وعليكم جميعا. مرة تانية كل عام وانتم بألف خير يا رب. هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. إن شاء الله يكون عجبكم واستمتعتوا وعشتوا الأجواء. بالنهاية لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتضغطوا على جرس التنبيه عشان يوصلكم كل شيء جديد. ولا تنسوا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. راح تلاقوا روابط تحت بالدسكريبشن. بالدسكريبشن ونشوفكم حلقات تانية ومع السلامة.